الذين يحيون الشعائر الحسينية عليهم أن يكونوا مظهرا متميزا للطهر. اللي يلبس السواد عليه أن يذكره هذا دوما، هذا الرمز رمز لسيد شباب أهل الجنة، فإياك أن تنظر ويشط نظرك، وإياك أن تستمع لغيبة أو تهمة أو نميمة، وإياك أن تتكلم بجارح القول، بل إياك أن ترائي أو أن تحسد أو أن تحقد أو أن تفسد ذلك البعيد. هذه رموز، رموز متجسدة، مبادئ متبلورة بهذا الشكل، بهذا لكي تذكرنا. والبدن إذا كانت البدن قد جعلها الله من شعائره بما فيها من القلائد، فكيف بسائر المظاهر التي رمزيتها واضحة إلى أبعد الحدود؟